هذا وأكد المحلل السياسي أحمد الركبان من الرياض على أهمية ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة رسمية التي قام بها جلالة الملك المفدى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضح الركبان في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح أن البيان جاء ليؤكد أيضا عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ليس بغريب أن تكون مثل هذه الزيارات المتبادلة بين ملك البحرين وخادم الحرمين الشريفين. زيارة الملك تأتي في وقت حساس جدا ومهم عند لقائه من خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض. أعتقد أن البيان كان واضح وشامل لكافة القضايا المحلية والدولية وخاصة القضايا الخليجية والعربية، وأعتقد أنه أول ما بدأ البيان ببيان العلا الذي تم قبل تقريبا أكثر من عام أو تقريبا سنتين تقريبا، البيان حقيقة أكد على عمق العلاقات السعودية البحرينية وأكد أيضا على أهمية يعني التعاون العسكري والأمني بين السعودية والبحرين. وكذلك أيضا أكد البيان في العديد من القضايا الاقتصادية وخاصة بما يعنى بالطاقة وما يعنى الحقيقة بكثير مما يهم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. البحرين حقيقة تعتبر من الدول المهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية باعتبارها أنها صاحبة رأي وصاحبة أيضا مبادرات وكذلك أيضا يعني سعيها للتضامن الخليجي والإسلامي، وهي لا تخرج بمنع عن هذا التضامن على الإطلاق.